على المادة 121 فقرة 2 قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة بإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية. الله أكبر، الله أكبر. مشاهدينا على موقع جريدة أهل مصر، قررت محكمة شمال القاهرة، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار عبد الغفار جد الله بإحالة أوراق المتهمين في قضية مقتل الدكتور أسامة توفيق المعروف إعلاميا بطبيب الساحل إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة للنطق بالحكم. بعد نطق بالحكم فرحة كبيرة لأسرة المجني عليه الطبيب الدكتور أسامة توفيق، وانهيار أحد المتهمين داخل قفص الاتهام. خلاص الحكم صدر يا إيمان، محدش اتكلم، صار وانت ساكت. ندمانة دافع عن نفسك. الله الله، ايه اللي حصل؟ انهيار المتهمين داخل قفص الاتهام بعد نطق بالحكم بحالة اوراقهم الى فضيلة المتهم الأول في الجريمة الطبيب أحمد شحتة، والمتهم الثاني والمتهمة إيمان. أستاذ عمرو، القرار تمهيدا لاستطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية، تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام. وهذا ما كنا نسعى إليه منذ بداية التحقيقات. جولة كبيرة وجولة مهمة لرجوع حق أسامة صبور. طبعا اليوم أصدر الستار على
قضية الدكتور أسامة صبور المحكمة كنا متأكدين في عدل القضاء المصري ونزاهة وشفافيته ونزاهة وشفافية النيابة العامة في التحقيقات وجمع الأدلة التي استطاعت أن تجمعها ضد المتهمين لإقامة الدليل عليهم باقترافهم لتلك الوقائع. المتهم الحق المدني كان متوقع الإعدام ليه أو الثلاثة؟ كنا يا فندم متوقعين أن الثلاث متهمين سيحكم عليهم بالإعدام لا فرق بين فاعل أصلي وبين شريك، لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها. في جلستين بس؟ في جلستين تخلص في جلستين؟ طبعاً ما هي دي العدالة النكسة. إيه اللي هيحصل تاني؟ زي ما هو قادم. هو ما هو قادم سننتظر ورود رأي فضيلة مفتي الديار المصرية باستطلاع الرأي الشرعي في مدى جواز إعدام المتهمين من عدمه، وسيصدر الحكم إن شاء الله الجلسة القادمة. كام؟ غالبا 16 بس احنا 16 بس احنا سمعناك على 6 العالي. تجاه القاضي الطلبات اللي تم طرحها هو هناك جولة أخرى لهذه الدعوة أمام محكمة النقض. المتهمين والنيابة العامة نفسها ستتقدم بملف الدعوة إلى محكمة النقض لأخذ رأي محكمة النقض في الحكم الصادر من محكمة النقض. والحكم سيصير نهائيا وباتا بمجرد أن تقضي فيه محكمة النقض إما بالقبول أو التعديل. عندي سؤالين لحضرتك. سؤال كمحامي ودفاع المتهم المجني عليه، انت كنت متأكد من القضاء العام؟ كنا متوقعين وكنا متأكدين وكان عندنا يقين ثابت في الله أولا وفي القضاء المصري. مشاهدينا على موقع جريدة أهل مصر، شهدتم الحكم على المتهمين جميعا في قضية طبيب الساحل. قررت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية برئاسة المستشار عبد الغفار جدالله بحالة أوراق المتهمين انهيار للمتهم الأول داخل قفص الاتهام، وانهيار المتهم الثاني، والمتهمة الثالثة، وطبعا يعني تم تحديد جلسة لأخذ رأي الشرعي في إعدامه. من